مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية نجاح. النهارده إحنا معانا حكاية نجاح بس من تراث خاص جدا. حكاية نجاح أنا فخورة ومتشرفة إن أنا قاعدة قدامها وإن أنا أصلا بحاورها. حكاية نجاح ما تعرفش يعني إيه فشل، ما تعرفش يعني إيه ظروف، ما تعرفش يعني إيه مرض، ما تعرفش يعني إيه أي حاجة توقفني، ما فيش أصلا حاجة ممكن تخليني أفشل. كل حاجه في حياتي بتحصل سواء خير او شر هي بتوصلني ان انا اكون ناجح وبس. مش هينفع اتكلم خالص النهارده، لازم الضيف النهارده هو اللي يتكلم ويحكي وكلنا نسمعه. قبل بس ما ابدا الحلقه اي حد محتاج شغل هيتفرج النهارده على الحلقه بتاعتنا وان شاء الله ان شاء الله نكون سبب في ان احنا نفتح له باب رزق، اي حد عنده منتجات ومحتاج ان هو يرخصها او ان هو يبدا يسوقها ومش عارف برضو يتابع الحلقة وإن شاء الله إن شاء الله تكون حلقة مفيدة لكل الناس اسمحوا لي بقى أرحب بضيفي اللي أنا متشرفة بيه جدا دكتور ريدا المهدي باحث في علم الأعشاب والزيوت الطبيعية ومدير شركة أوشن كلين للمنظفات والمستحضرات شكرا لك الحمد لله بفضل الله عز منورني ربنا يبارك فيك شكرا شرف لي والله فعلا والله شرف لينا طيب كان في مبادرة حضرتك عاملها من أكتر المبادرات اللي عملت صدى كويس جدا والناس اتكلمت عنها مبادرة احمي بلدك. فعلا. إيه مبادرة احمي بلدك دي؟ احنا لما بدأ الوباء بتاع كورونا وبدأت الأسعار تغلى في المعقمات بطريقة غير طبيعية. الحقيقة. فكان واجبنا كان احنا بنحب بلدنا وكمصريين إن احنا نعمل مبادرة إن احنا بنطلع المعقمات مجانا لوجه الله. المبادره دي سبقنا فيها البشمهندس احمد الصمودي في البدرشين سبقنا فيها ربنا يجعله في حسناته امين يا رب واحنا تابعناه وغيرنا كتير بدا يعمل الموضوع ان يطلع كلور مجانا وكحول مجانا الموضوع ما وقفش ان احنا الكميه بتاعتنا نفست لا كانت بتزيد كل يوم عن يوم بالاضافه ان احنا طلعنا في محافظه الجيزه مدينه اسمها بني يوسف 2 طن معقمات كلور ومعقمات أكسيدانيت حاجات تعقيم إيده وجلد وحاجات زي كده إضافة ان احنا حاليا بنجهز 2 طن القريه موجوده في كوم حماده قريه الحدين بحيره دي قريتي طبعا وبادي اعتز بيها طبعا, طبعا وهم ليهم ليا الشرف ان انا اكون منها وهم كانوا سبب وطبعا هو ليهم الشرف ان حضرتك ده لي اهل بلدي اطيب ناس اكرم ناس فاحنا حاليا بنجهز التنطين ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي يكون موجودين هناك تعقيم مجانا واي مم قريه او محافظه موجوده بيتواصلوا معانا واحنا بنوفر لهم المعقمات مجانا او بسعر جملتها ده او ده احنا بنساعد في كل الاتنين على حسب هي هو محتاجه اه والنقل على حسبنا احنا كمان. واللي مش فاهم احنا بنعرفه يعقم ازاي كمان آه طب طبعًا. حلو جدا طيب اه انتوا شركه منظفات ومستحضرات تجميل طبعًا. اوشن للمنظفات الشركه دي بتبيع ايه منتجاتها ايه احنا اوشن كلير منظفات مستحضرات تجميل احنا هدفنا كله المحافظه على البيئه منتجنا مصري اه المنتج احنا عندنا فوق ال 15 منتج وقابل للزياده منتجنا متطور لان حضرتك بتجرب المنتج في مشكله بتكلميني بتعرفيني مش باخد الكلام بركنه لا فورا بتحرك مين وش يعني مين يكلمك شركه مثلا ولا شركة انا كست بيت كست مثلا كست بيت بتتصل بي بتتصل برقم الشركه انا عندي مشكله في لحه كذا او في تقلي كذا فورا بشوف المشكله وابدا اطورها عشان كده منتجي النهارده غير امبارح غير اول امبارح غير بكره منتجي كل يوم افضل وافضل وافضل لحد ما يوصل لاعلى مكان اي كومنت اي كومنت بقبله اي كومنت بقبله بحقق فيه لحد ما اوصل ان انا ببدا اشوف العيب فين وابدا اصلحه الحمد لله وبيوصل الحمد لله وبنبدا بفضل الله عز وجل وعشان كده احنا انتشرنا ولينا اكتر من مكان بنبيع فيه بفضل الله عز وجل كنت قلت لي ان لما حد بيجي يقول لي ان المنتج مش كويس اقول له مش كويس ليه لو قال لي سبب يبقى تمام اروح اشتغل عليه قال لي مش كويس وبس يبقى مش هسمعه واسد ودني وهمشي في ناس بتهاجم في ناس ما بتحبش حد يكون احسن منها طبيعه كده فبيقول لي المنتج مش كويس مش كويس ليه؟ في سبب ما بحاول اعالج السبب، عالجت السبب وخلاص السبب. هاجمني تاني لا ده انسان بيصدر طاقه سلبيه لكل اللي حواليه من غير سبب ملوش من سبب في معروفه المجال بتاعنا مليان بالطريقه دي كل المجالات بنبدا أن يس... اي شاب بدا يشتغل يسد ودانه ويعمل عينيه لا يسمع ولا يشوف ما يشوفش غير صوت ان هو عاوز يطلع لقدام واي كلمه نقد لازم تبنيه مش تنزله سبع ارض اما بقى اللي بيحاول ينزل او يحاول ان هو يصدر طاقه سلبيه يهدك ما تسمحلهوش انت بني ادم لو بصيت في التنميه البشريه حضرتك عندك طاقه تشغل مدينه مدينه الانتاج العالمي اسبوع كامل انت في غضبك تكسر طن حديد تسمح لواحد بلسان شويه عضلات عشان يهدك ارض ما تسمحش لحد كده مش قلت لكم دي بصوا انتوا النهارده اتفرجوا على الحلقه وابداوا المشروع بتاعكم ايا كان مجاله حلو. على طول من الطاقه الايجابيه اللي هتاخدوها النهارده من الحلقه دي احنا من ضمن المنتجات برضو بتاعه الشركه مبيد حشري احنا عندنا حوالي فوق ال 15 منتج عندنا مبيد حشري بلمع اخشاب بس ده يعني المبيد الحشري الاول ده امن جدا على البيئه ومن على الصحه العامه المنتج بتاع الصراصير والنمل بيقعد من سنه لثلاث سنين رشه حتى بتاعه التاثير طبعا لحد ما تخش حشره جديده بيقدر يرش من جديد الرش الحشره الطايره بتاعتي بيرش على حيطه او على شباك بتقدر رش خمس ايام مش في كل الشقه ويجي مع الحشره عشان في ماده جاذبه للمكان ده وتموت الحشرة بس جدا على ست البيت تلم حشرتها وتوديها بعيد ولا طفل شم حاجه ولا اختي او امي او زوجتي او بنتي تاثرت اتضرت الناس اللي عندها حساسيه والحاجات دي. منتج امن جدا 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 يعني واخد موافقات كتير جدا في المواصفات القياسيه والصح يعني انا المبيد برشه على الارض بيظهر نتيجته مثلا في خلال قد ايه؟ لو صراصير بيظهر في يومين خلال يومين عشان يبدا يعني المستعمره كلها يحصل لها نظام عدو لو لو دبان خلال 10 15 ثانيه تبدا تلاقي النتيجه ثانيه؟ ثواني بتلاقي النتيجه بتاعت الذباب ومش برش زي الفيروسون في الجو لا لا, 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 لا أنا, ده انا برش على حاجه انا برش على حاجه ثابته الشباك مثلا او طب برش عليه وسيبه تبدا الذباب بيتجمع لانه قوي جدا في فرمونات جنسيه خاصه بالحشرات بتساعد إنها ان تجذب الحشره في الحال تمام انا بس عايزه اقول لكم احنا بنتكلم هرمونات جنسيه وحاجات كده ومش عارفه ايه وابحاث عشان احنا معانا دكتور باحث يعني جميل. هو مش راجل صاحب شركه وخلاص لا هو فاهم الماده الكيميائيه بتعمل ايه وده بيعمل ايه ومش عارفه ايه عشان كده هو شغال عليها طيب بكام بقى يعني انا عايزه اجيب المبيد فانا لو هاجي ارش حق سعر المستهلك بيوصل ل 20 او 25 بيوصل 20 بيوصل ل 20 جنيه سعر المستهلك إيه؟ بيوصل ل 20 جنيه الازازة الازازه ممكن تكفي لو ذباب بتكفي حوالي اربع شهور ولو صراصير ممكن تكفي ثلاث سنين دي اللي بانهي ب 20 جنيه ب 20 جنيه ده بجد شركات كتير جدا بتاخد من عند الخام بتاعي يعني حكايه اوريدي من بنبيعه وعاملين منه منتجات باسعار خياليه وبيبيعوه ملاكحين فيه وشركات كتير جدا بتنافسني في سعري وبتطلع منتج كويس احنا اول شركه مصريه نتعامل بالطريقه دي مش هدفنا استغلال كلام فاضي يعني 20 ايه 20 جنيه يعني ممتاز, حاجة جدا ده انا لو حتى ما جابش مش هزعل مش هتضايق لا هو ان شاء الله هيجيب اوريدي هيجيب لان هو دي معادله كيميائيه مبنيه فاوريدي مع هتجيب نتيجه طب ده حلو ولو ما جابتش بيكلمني العميل في مشكله عندي ببدا بالفعل اعوضه واشوف العيب فين اه يعني خدمه ما بعد البيع آه ان انا مش حاطه المنتج وأصل لا 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 هو ب 20 جنيه فانت بتتصل تتكلم في ايه يعني لا 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 ما فيش كده لا, لا لا طبعا بن له لو هو فين احنا رحنا الصعيد مخصوص عشان حد اشتكى السائل الاطباق فيه انا مش مش عاجبني خفيف شويه رحنا له مخصوص وعملنا له عينه وعوضناه والمنتج بعدها اتطور مخصوص من هنا لحد الصيد وعملنا وكيل لينا هناك اسمه محمد سمير هناك عملنا وكيل خاص بينا هناك عشان خاطر لاي مشكله اي حاجه يبقى هو متفهم يتعامل معاها. طيب ده احنا اتكلمنا عن المبيد سائل الاطباق بقى بما ان احنا جبنا سيرته. تمام بكام؟ سائل الاطباق انا عندي الأربع لتر سعر بيعه 25 جنيه، 4 لتر 25؟ 5 ده سعر بيعه مش جملته، جملته حاجه ثانيه خالص. اقل؟ اقل بكثير. ال... عندي ريحه الليمون عندي ريحه قشر الليمون عندي ريحه الفراوله الثلاثه دول انت وانت بتغسلي مش قاعده بتغسلي اطباق انت قاعده في جنه شم الليمون وشم الفراوله نعومه على الايد اصل اللي بتغسل دي مين اختي امي بنتي زوجتي لان في منتجات كتير نازله في السوق كلها مواد مخالفة مضره وبتعمل روماتايد وسرطان او غاليه قوي وغاليه اوفر قوي او غاليه بالاضافه ان انا عندي مثال الاطباق ده حاجه 760 جرام بيوصل سعر بيها 10 جنيه سعر بيعها 10 جنيه تحفه انا بقول لك انا تحفه عندي واي حاجه فيه بيكلمني طب انا عاوز اتقله طب انا عاوز ريحه زياده فورا بوصل للمنتج اللي انا بعدل تركيبتي وكم... اللي انا بعملها بتقله له ريحه فيه ويبدا المنتج كل يوم في تجدد لان احنا مش عيب ان احنا نتعلم من اخطائنا العيب ان احنا نعم عينينا ودننا ان احنا نفهم أخطائنا طب ده رائع جدا اصل هو دلوقتي في حاجتين يا انا بشتري الغالي قوي ده يا اما بروح اشتري السايب لو انا ست بسيطه وحالتي الماديه مش قادره لي ايدي طبعا حد اللي بيعمل السايب بيكلمني او بيخش على القناه بتاعتي او صاحب بتاعتي بيقول لي انا بعمل منتج عاوز ارقيه بعلمه ازاي يعمل منتج بديله خامات ازاي يعمل. لو مش عاوز ياخد خامات او مش عاوز ان هو يجي لي بيكلمني فبعرفه واحد 2 3 اربعة ولا صفحتي على الفيس بتا... بتاعي او اليوتيوب قناه اليوتيوب زهره على الشاشه اه تركيبات الكيميائي دي اي حد بيكلمني فورا انا بتواصل معاه لو اتاخرت يوم او اثنين بس ب... طبعا بدور في البريد بتاعي وشوف بيكلمني عشان اتواصل معاه ولو عنده مشكله بحلها له الحمد لله طب ده رائع جدا 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 طبعا ملمع بقى الاخشاب عندنا ده زيوت طبيعيه بترجع خشب جديد جديد فعلا المزيل الدهون ده مش مزيل دهون ده ده متعدد اغراض مزيل دهون مزيل بقع موزيل عندنا مفرش. ازمه في مزيل الدهون الريحه انا من الناس اللي لما بستخدم مزيل دهون ريحته بتتعبني فما بقدرش استخدمه احنا عندنا اثنين نوعين. نوعين عندنا نوع وزاو بيرشن خالص بدون ريحه خالص خالص وعندنا نوع بريحه ففي بقى ان هم الشعب يقول لك انا عاوز ده اه عشان الريحه هي دي الايفكت اه هو آه. في دماغه ده افكت <applause> الريحه وما شاء الله مفعوله قوي جدا بالاضافه بقى اللي بأوزابي بيرفيوم ده ده معمول انا عاوز حاجه بدون ريحه اللي بيكلمني معروف ان عندي منتجين اصلا واحد بريحه وواحد من غير ريحه فانت ليك حريه تختار عاوز ده عاوز ده بتاخده والاثنين افكت عالي جدا اللي بدون ريحه ما بيأذيش الايد كان لحردك حتى اصلا على الجلد ماء او بيسيب احنا بتتقطع فعلا لا لا. بعد التنظيف عشان خاطر ماده قلويه عشان تتعامل مع الدهون آه حاجات. موجود وده موجود بس انا بفضل طبعا وزاب بيرفيوم لو اغلى جنيهات خفيفه بس هيكون اامن ليك وافضل ليك طب ده حلو جدا 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 ايه تاني من المنتجات اللي عامله نجاح كبير في الشغل عندك احنا عندنا معطر الملابس محقق نجاح لان احنا وكيل رسمي لينا غالي قوي معطر الملابس لا لا, لا لا ده احنا سعر البيع يعني لما يكون التاجر حابب يكسب قوي 15 جنيه لتر موزع رسمي لنا سمارت كارت ابلكيشن باش مهندس نستمر ربنا يكرمه ده موزع رسمي لينا احنا بياخد من عندنا منتجاتنا بيوزعها في كل المحافظات معجب جدا بمعطر الملابس بتاعنا وكل اللي بياخده بي من ما الحاجه لا لا ده ريحه وثبات لانه اصلا مصنوع من شموع طبيعيه وروائح طبيعيه ومعادله كيميائيه بحته هدفها الاول والاساسي ان هي تكون الملابس لينه على الجلد تكون الملابس معطره فاللي لابس هدومه يحس براحه نفسيه طب ده حلو جدا طبعا احنا الصور بتاعه المنتجات بتاعتنا على الشاشه اهي تمام ده شاور جل ده شاور جل ده, ده سائل استحمام جليم سائل استحمام عالي جدا ده برضو امن ما فيهوش اي جداً. مشاكل خالص امن جدا تركيبه عاليه جدا جدا يعني لسه كنت بتقولي ان هو بينافس شركات آه. كبيره قوي في الموضوع في جليم طيب وده آه. الشامبو بتاعنا منظف آه. شعر جميل جدا كمان. جدا بالاعشاب حلو جدا بيرغي و... ولا بيرغيش جربوا وشوفي <applause> ممتاز جدا هو معادله كيميائيه وفيها زيوت طبيعية حتى المية بتاعته مش مية, مش مية حنفية المية بتاعته مستخلصات عشبية يعني حتى التصنيع كل حاجة آه فيها عشبية قاعدته وبرضو عشبية وبرده سعره غالي ولا لا, لا لا لا, لا, لا ده بيوصل سعر الجيركن 25 جنيه لتر ونص يعني لما يكون التاجر برده 25 جنيه لتر ونص طب ده رائع جدا احنا مش هنشتري حاجات كتير احنا نكون موجودين في السوق تمام طيب انا الاول ازاي احصل على المنتجات دي يعني إيه في شر... في حاجات بتوزعها او حاجه ولا اكلمكم ولا ازاي هو الموضوع بسيط بيكلمنا على س... على التليفونات الموجوده اللي على الشاشه آه او صفحه اوشا موجودة على الفيس آه او هيخش على القناه بتاعتي هم او يجي لنا المصنع موجود في البحيره ده يجي لنا هناك في اي وقت اي طيب. حاجه تمام جدا ده اسهل طريقه أسهل بتوفره طريقة. لي طبعا طيب إيه انا معايا كام جنيه وعايزه ابقى موزع او ابقى موزعه بيكلمني في تليفون بيقول لي يا معايا مالي على قدي باخد له البضاعه كلها لحد ما اروح له بعلمه ازاي يبيع وازاي يشتري وبيسيله الامل لان احنا كلنا مبقاش فاهمين في المجال حياني. محتاجين حد يرفع روحنا المعنويه محتاجين حد يعمل لنا باب رزق ناكل من اعرف اصرف على بيتي وعلى عيالي وعلى اهلي بالروح ان بيسيله الامل يعني يتخطى ملايين وبناخد منه جنيهات ده بفلوس عادلين. ده الكلام ده بره بفلوس يعني يعني في ناس وظيفتها ان هي تيجي اه تفهمني وتعلمني عشان ابدا مشروع ده بفلوس كتير وبتدي كورسات وحاجات كده ده فري ده الوجه الوجه عز وجل ولو بلاقي مشكله مع حد او تعبان انا بنزله شخصيا مع عربيه وبنزل اشتغل معاه بايدي وبنزل اتكلم معاه ومع بيته احنا عندنا الحاج محمود الحناوي ده موجود في بدرشين برضو ده انسان محترم جدا عنده اخوات وشغالين معاه تحيه ليه طبعا قعدنا معاه وادانا الروح الامل ما شاء الله كاست جميل جدا في الشغل فعلا تمام ده لو انا موزع تمام. من كام يعني يبقى معايا كام عشان احنا ما عندناش حاجه اسمها كام او قرست. انت معاك جنيه معاك مليون احنا بنبلك طلبك فعلا فعلا, فعلاً. طلبك ده لو انا عندي محل تمام طب لو انا ما عنديش حاجه انا معايا 200 300 جنيه وعايزه اعمل حاجه اعمل مشروع انتوا ممكن تساعدوني أه طبعاً. بنكلمه هو عاوز يعمل محل منظفات او عاوز يعمل برميل منظفات حلو سائل حلو يبيعه لحسابه بعلمه ازاي يشتغله بعرفه يجيب خامات ايه من عندي او من عندي غيري بس انا بقول له انا بضمن لنا عندي عشان انا عارفه جاي من فين وبديله بسعر اقل من السوق بكتير جدا بيقارن الاسعار مش هيلاقي اصلا بحيث انه يكسب مكسب يكسب كويس كتير كتير فيتبسط في أه. او أه يشتغل. هو مش عاوز يصنع بيقول لي مش قادر اصنع فبطلع له الحاجه متصنعة. ما فيش هامش ربح ليا بحسب له خاماته فبقسمها له ما بيطلعش فيها هامش ربح خالص وبطلع الحاجة حاجه مطابقه للمواصفات القياسيه المصريه موجوده عليها الباتشه بتاعتنا عشان لو حد جاله يبقى هو فاهم بيتعامل ازاي. حلو جدا اه ولو انا ست بيت ممكن بكا... اشتغل آه طبعا ان شاء الله الحلقات الجايه باذن الله هنعلم ازاي الناس ان شاء الله ازاي يعملوا صابون سائل يعملوا برسيل جل في الملابس بتاعتهم ازاي يعملوا منظفات للسجاد للمراحل حاجات بسيطه وموجوده في البيت بسيطه جدا انت بصوا يا جماعه هو بيبقى هدفه ان هو عايز كل ست تكون مرتاحه المنتجات اللي احنا بنتكلم عليها دي منتجات فندقيه يعني الفنادق بتستخدمها هو بيوفرها لست البيت بسعر قليل بحيث ان هو يسهل عليها الحياه وتقدر ان هي تستخدمها ويبقى بيتها نظيف زي ما بتشوفه بسعر قليل لا هو كمان مش بيفكر في كده لا هو ان شاء الله كمان عايز يعلمك عشان ما تشتريش منه خالص يعني هو <تصفيق> <تصفيق> ده هدفنا الاساسي هدفنا الاساسي ان ست البيت تكون مرتاحه لان هي شيء لا الاسره كله في الدماغ وهي لو استخدمت حاجه مش كويسه هتتعب وهتمرض طبعًا. ويبقى كلنا شريكنا في اسم ما لناش علاقه بي لا احنا بنحاول نشيل عننا الاسباب دي كلها وبنعلمها ازاي تشتغل ازاي تجيب خاماتها من فين تروح وتيجي من فين بنعلمها كويس جدا جدا ده هي ممكن تفتح مشروع يعني احنا باذن الله الحلقات اللي جايه انت ممكن تخلي ست في البيت تفتح مشروع طبعا تبيع لجيرانها واصحابها وقريبها جدا فتح مشروع قايمين بذاتهم عندنا مدام ايناس في الجيزه هي اصلا عامله مشروع في بيتها واربع خمس عمال جنبها بيشتروا منها بيساعدوها وبتساعدهم فعلا. واحنا اوريدي بنروح لحد عندها كل اسبوع بنديلها خاماتها ونعلمها ازاي تصنع ولو عندها مشكله بنحلها لها ولو هي في فكره في دماغها بنطبقها هي ادتنا قبل كده فكره ازاي نسوق منتج خدنا منها وكفينا عليها يعني كمان فكره كفئنا عليها حوالي 10 كراتين هديه من عندنا ليها يه. بنعمل مسابقات كتير جدا على الفيس فبنطلع هدايا احنا عندنا موزع نشط جدا في دمياط اسمه صاحبه السعاده ومخالد دي نشطه جدا فباستمرار بتعمل مسابقات باستمرار بتعمل مكافئات احنا بفضل الله عز وجل وعندنا خدمه ما بعد البيع لما كان في مشكله في الاسعار تواصلنا مع كل الناس ورضينا كل الاطراف كان على حسابنا بس كان هممنا ان كل عاملين راضي تعمل قاعده دلوقتي آه طبعا. انت دلوقتي بتعمل انتشار احنا من احنا احنا من احنا من مصر والمصر وكلنا مع بعض لو ما ساعدناش بعض رحنا منتج تاني ما حدش فينا هيقوم لان انا بساعد ده وده وده لما بروح لشركه كبيره واقول له انا عاوز اخد وكاله او توزيع ادفع الشيء الفلاني وخد بكذا ده حقيقي لا احنا بنوفر لك كل ده تدفعش اي حاجه كن نشط خليك باستمرار انا هوفر لك المنتجات ما تشتريش حاجه كمان لو قلت لي في اوردر في كذا وكذا وكذا بروح ابعته لحد هناك بقى اقول لك نسبه حضرتك كذا اتفضل يعني انا مثلا من اسكندريه تمام. فجى اوردر في دمياط تمام فانا بقول لحضرتك فانت بتوصل لي الاوردر وبتديني نسبتي محفوظه لحد عندك ولو جالك برضو من الحاجات اللي قلتها لي ان لو حتى جالك حد في الشركه وقال لك اصل انا عايز اخد من المحافظه الفلانيه فانت بتوصله بالوكيل بحيث ان انت تشغله كمان هم انا بيكلمونا فبيقول لي مثلا بس كده رايح دمياط بقول لي انا عاوز اخد فبقول له عندي وكيل في دمياط كذا فبكلم الوكيل بقول له ادي له بسعر 1 2 3 عشان اتيح له ربح عالي جدا لي ف... وبنكافئ احنا الوكيل عايزه يبقى آه. اه طبعا عاوزه يبقى الوكيل بتاعي وبنشط كل حد موجود تمام معانا مداخله ام خالد الشهيره بصاحبه السعاده من دمياط عامله ايه السلام عليكم وعليكم السلام عامله ايه كل سنه وانت طيبه والله حضرتك منوره جدا والله تسلمي ولسه الله دكتور رضا عمال يتكلم عنك ربنا يبارك فيك يا الله يخليك ازيك يا دكتور ازي حضرتك الحمد لله ربنا يكرمك قولي بقى دينيا. انت ابتديتي ازاي الشغل مع دكتور رضا وابتديتي بكام وصلتي لايه دكتور رضا هو سبب كل حاجه حلوه في حياتي والله العظيم ربنا يخليه يا رب ربنا يبارك فيك ربنا هو اداني خامات في الاول وتعلمت على ايديه تصنيع المنظفات كلها وبعد كده خدت منه منتجات والحمد لله بقيت وكيله في دمياط وبوزع هنا في دمياط في في مناطق كتيره قوي والمنتج عالي جدا وكل اللي خد مني المبيدات الحشريه شكر فيها جدا وال والشاور بتاعه حلو جدا الجليم والصابون برضو حلو قوي بالنسبه لسعر طب ده واحنا سمعنا ان انت كمان ج... بتتكافئي على افكارك ايوه أف... انا ليه افكار كل يوم إيه انت شاطره في التسويق؟ يعني اللي ربنا انا عارفه كده انت شاطره في التسويق الله يخليكي الله يبارك في عمرك ربنا يخليكي إيه والله انا مجتهده بفضل الدكتور رضا طبعا ربنا يبارك فيك فضل الله عليك الله يخليكي طيب. إيه انت لما هم... جيتي كلمتيه كان معاكي راس مال كبير عشان تقدري تبداي المشروع بتاعك؟ لا كان معايا 5000 جنيه بس كده ايوه وابتديتي هو بعت لي بعت لي شغل بحوالي 17000 جنيه ده يعني انت دفعتيهم ولا هو خد الخمسة وبعت دفعت... لا انا دفعت 5000 جنيه بس وهو بعت لها ب 17 بعت بعت لي ب 17000 جنيه شغل مجتهده جدا بس بس انا سددت الشغل حق الشغل كله في فتره بسيطه جدا وخدت غيره الحمد لله وصلت الوقت لغايه اقول يا دكتور ولا بلاش خلاص هنتحسد خلاص <applause> نمسك الكشاف <شف> خلاص ألف جنيه دكتور. يا دكتور شكرا يا, يا رب يا دكتور بسم الله ما شاء الله ما تحرمش منك ابدا والله يا دكتور ربنا يخلي كرم. لك اولادك يا رب كرم. معلش يعني يا دكتور انت جبت الثقه دي منين ان انت تدي الواحدة اكيد ما تعرفهاش بمبلغ وهي ما معهاش المبلغ ده ام خالد من الشخصيات المحترمه جدا اللي بتحاول ان هي تجتهد باستمرار فكنت في لي مقالات كتير جدا على الفيس فكنت مباشر لما تواصلت معايا انا محتاجه شغل بس انا معايا مبلغ كذا انا كنت اول واحد محتاج اكون معاها لان هي فعلا عاوز تنجح واللي عاوز ينجح لو احنا تخلينا عنده هنتحاسب لناس كتير جدا وقفت جنبينا لما فشلنا فحاولت حقيقة. قدر المستطاع ان انا اعوض ان انا ناس وقفت جنبي من قريتي من بلدي ومن غير بلدي حاولت ان انا جنبها بفضل الله هي من اكبر الموزعات حتى الان في دمياط قولي لنا كلمه قبل ما تقفلي قولي للناس اللي بتتفرج علينا سواء ستات بيوت سواء شباب شباب قاعدين على القهوه ومش لاقيين شغل والدنيا بايظه قولي لهم حاجه كده كلمه ايجابيه يقدروا يبتدوا بيها. انا هقول لحضرتك كلمتين بس طول ما في واحد زي الدكتور رضا ما شاء الله عليه ربنا يحميه يا رب ويديله الصحه أه. يقف جنب حد زيي او ست او او شاب ما تعرفش اي حاجه حد. في اي أو. حاجه واول مره تخرج للشغل فانا هو اداني دفعه كبيره جدا واقف جنبي جدا. وانا بحترمه جدا وبقدره وبقول لاي حد ما تقعدش في البيت وتستسلم للظروف والحاجه غاليه والحاجه رخيصه لا اعتمد على نفسك اعمل كل حاجه انا بصنع كل حاجه وبشتغل في كل حاجه انت بتصنعي بايدك دلوقتي انا بصنع بايديا وبطلع منتج مصنع. غالي عالي الجوده انا بطلع منتج عالي الجوده بفضل الدكتور ده. ربين اي ربين انت ربين. كمان مش بتاخدي المنتج منه بس لا انت بقيتي شركه انت مصنع لوحدك خلاص لا مصنع الحاجة على حاجه على قدي ايوه بس يعني دي حاجه قليله <applause> <applause> بصنع على قدي خالص بس ليا زباين كتيرة بتحب الحاجات اللي هي ايه العاليه يعني أطلع. المنتج العالي الجوده فانا بعمل مثلا صابون بكلفه 10 جنيه وببيعه ب 10 جنيه يعني بكلفه 9 جنيه ببيعه ب 10 جنيه بس حاجه عاليه طب والله حلو جدا بفضل الدكتور رضا طبعاً, طبعا بعمل خامات حلوه جدا وحاجات مضمونه ومامونه على الايدين حاجه كده بفضل الدكتور رضا طبعا ربنا يبارك والله انا بنسب كل كل حاجه ليا انا نجحت فيها بنسبها للدكتور رضا ربنا يبارك فيك الله يبارك يعني. فيك يا دكتور يا رب ويخليك لينا وما نتحرمش منك يعني ربنا يبارك فيك يا معلش أنا, انا اسلوبي دمياطي شويه لا لا ما انا اسكندراني خالص برضه الناس واخده <applause> بالها <applause> لا <applause> ان شاء الله هنبقى اصحاب والله <applause> ربنا يخليكي إن والله انت شرف للبرنامج ربنا. وشرف ربنا لاي ست, ست بتسمعنا الله يخليكي ربنا يبارك في عمرك تسلمي تسلمي جميلي ويسلم ذوقك ويسلم للدكتور رضا وربنا امين يا. <applause> امين شرفتينا ونورتينا ويا رب كل ست بتسمعنا تعمل زيها الحكايه مش سا... مش صعبه الحكايه سهله دي بقى عندها مصنع بتصنع بايديها بقت فاهمه كمان عارفه دكتور كمان هو مش حكايه ان انا بصنع بس انا بفهم بعد كده ما اجي اشتري حاجه هي دي معموله من ايه ودي حلوه ودي وحشه والكلام ده طبعا مع الممارسه ومع ان هو بكتر الاسئله والتكرار بتعلم ازاي تفادى الاخطاء بتاعته تمام طيب احنا المنتج بتاعنا مصري 100% اه طبعا من اول الماتريال لحد التغليف والستيكر الحمد لله احنا مشغلين اربع مصانع بلاستيك شغالين معاهم مصريين اه مشغلين مصنعين كرتون بفضل الله عز وجل مشغلين مطبعتين في الاستيكر بفضل الله عز وجل شغالين معاهم الخامات آه بتاعتنا كلها بفضل الله عز وجل يعني نسبه 80% منها مصري والباقي كله احنا بنجيبه طبعا عشان خاطر في ضعف في موجوده في السوق تمام فالمنتج مصري وريح للمصري وعالي جدا جدا واسعار يعني تكون بخسه بالمقارنه باللي موجود في السوق وبقبل اي نقد انت خدت منتج وحصلت فيه مشكله بتكلمني برفع ليه لان لولا لولا اختلاف الاذواق لبرت السلع, السلع. فموجود يعني انت مهتم ان المصانع والناس اللي انت بتتعامل معاهم يكونوا حاجه آه طبعاً. مصريه اه طبعا مصريين انا عندي حاجات مستورده بلاستيكات مستورده برفضها رفض تام طب ده حلو جدا طيب كنا برضو قبل الهوا بنتكلم بقوله طب ده حلو يا دكتور وين شكلك صغير وابتديت ومش عارفه ايه طب انت فشلت يعني قبل كده في اه طبعا فشلت فشلت ازاي وابتديت ازاي هو انا كان عندي مشروع قائم بنفسه موظفات فخسرت فيه فلما خسرت قعدت رتبت افكاري وطبعا كان كل اللي حواليا مشروع هتفشل مش هتنجح انت راجل اكاديمي ما لقب بالسوق فعجبتني قصه كده صغيره كانت موجوده بتتكلم عن مجموعه ضفادع عملوا مسابقه فكان اللي هيطلع القمه هو اللي هيفوز فطبعا الضفادع بتيجي عشان تطلع القمه وكل اللي موجود حواليهم مش هتقدروا مش هتعرفوا طبعا مش هتوصلوا طلع كله وكل ما يطلع واحد يقع ورا التاني يقع لحد ما وصل للقمه ضفدع واحد بس لما حاولوا يكافئوه يوم مع لقاء لقوه أصلاً ما بيسمعش اصلا انا بسمع بنصح نفسي وبنصح غيري كن اصم عن اي طاقه سلبيه كن اصم عن اللي بيحاول يقعدك في البيت كن اصم عن اللي بيحاول يبعدك عن السوق كن اصم عن اللي بيحاول يقول لك منتجك وحش مش هينفع لا حاول واجتهد انا منتجك في عيوب بقى افضل المنتجات بقى تفضل الله عز وجل كن افضل الناس في انك تحاول تعرف ازاي تتعامل وفي نفس الوقت مش عيب ان انا اغلط لما لما تكلموا عن اثنين شباب كانوا قاعدين ما شغل زي حال شباب كتير جدا عندنا في مصر ومش عارفين يعملوا ايه قال لك هنسرق خرفان فطلعوا الاثنين يجروا ويسرقوا خرفان يمين وشمال قال القريه حسوا ان الحاجات بتقل فمسكوهم الاثنين حاولوا ان هم يعاقبوهم بان هم يحطوا على الجبهه كلمه سارق خروف فلقوا الكلمه كبيره اه فحطوا حرف السين من سارق والخاء من خروف مع الوقت خلاص بقى الاثنين قعدوا خلاص بقى توصمت عار واحد قال انا انسحبت مش هكمل وهمشي ومشي والتاني قال لا انا هغير وجهة الناس كلها عني راح ساعد المحتاج وساعد الارمله وساعد المسكين وساعد اخوه وساعد قريبه فبلغ من العمر ما بلغ عمر كبير في السن فهو جاي يقعد على مكان تجمع ونزل القهوه كده فواحد غريب شاف الراجل العجوز ده الناس بتيجي ايده وبتطبطب عليه وتقعد وبتثني عليه قال مين ده قال ده راجل صالح وراجل طيب ومن اوائل الناس في عمل الخير قال مال ايه موضوع كلمه سين خاء حرف السين وحرف الخاء قال له ده معناه ساعي خير تحولت من سارق خروف لساعي خير. خير زي ما كلمه نون نصاب معناها يعني برضه نون ناجح طبعاً. حاول تحول نفسك انك تكون حرامي او سارق او مش عارف تشتغل الى حاجه تانية تكون راضي بيها عن نفسك راضي بيها قدام ابنك راضي بيها قدام مجتمعك انا من قريه صغيره وفخور جدا من قريه الحدية لكن فعلا لما بقابل حد بحاول اشيله فوق دماغي لان انا في الاول والاخر احنا بشر والدنيا دي وانت اصلا مش رجل اعمال انت اصلا ما معكش فلوس كتير لا الحمد لله وابتديت بيها لا انت ابتديت من ولا حاجه من ولا حاجه بفضل الله عز وجل وحاليا بفضل الله عز وجل احنا منتجنا منتشر في كل الاماكن وحاليا بنساعد الناس بعكس الشركات الكبيره اللي بحاول تستغل الناس، انا بقول لك جرب منتجي، شوف منتجي، جرب التعامل معانا مره وبعد كده احكم بنفسك. أنا ممكن آخد منك المنتج بتاعك وأسميه باسمي. آه طبعًا. إحنا عندنا في عندنا في السجل بتاعنا إن إحنا ينفع نصنع للغير. فلو أنت عندك عندك شركة ومش عارف تصنع بتاخد كل منتجاتي واصبحت منتجاتك انت فواتير اسميها بقى حكايه نجاح اسميها كريستين اي زي ما انا عايزه اه بس بتاخدها في فواتير من عندي بس منك انت بس آه ما طبع. فيش شركه بترضى بحاجه زي كده على لا احنا بنرضى بكده وشركات كتير جدا شغاله معانا بالطريقه دي بالاضافه لو انت اصلا عندك تعبئه او تغليف انا بوفر لك المنتج لحد عندك بس طبعا عشان خاطر الحكومه والضرائب والحاجات دي طبع. تكتب طبعا اسمنا عشان خاطر إن حاجه روتينيه مش... اه, آه طبعا حاجه روتينيه لكن في الاول والاخر انت بفضل الله عز وجل بتنجح واللي بحسه بيكلمني بيقول انا مش قادر مش عارف اشتغل مش عارف ابيع وبيكلمني انا بروح لحد عنده بدي له الطاقه اللي اللي قبل مني الدهاني اللي احنا بنسلم بعض بروح اصدرها له كلها واقول له طالما في نفس في حياه واعلم جيد قوي ان الدنيا مش دار جنه مش دار, دار نك... شقاء زي ما بنقول دار ش... شقاء وعناء وكبت فحاول تجتهد فيها واصنع لنفسك اسم انا كنت امبارح قاعد على القهوه والنهارده انا في التلفزيون وبكره انا في الوزارة وبعده الله. انا حاجه تانية الله. انت كذلك الامر بكره هتكون كذا وبعدها هتكون كذا اصنع لنفسك اسم ثم اعتقد كويس قوي ان تجارتنا بالذات ما بتعتمدش على الربح الكتير حاول تبيع قليل بنكسب احنا عايزين نفاجئهم ان انت ما معكش فلوس كتير بس احنا بنعمل قاعده يعني أنتم مش بتشتغل عشان تبقى ملياردير لا انت دلوقتي ده مش ده هدفك خالص خالص, خالص. الا كنا رفعنا الاسعار بتاعتنا وعملنا دعايه واعلان كبيره عشان نكسب احنا ما عملناش كده وغيرنا منتجات صنعت منتجات بتنافس شركات اسعارها لا انا منتجاتي زي يمكن افضل كمان بس اقل من نص ثمنه انا يمكن نص ثمنه بيبيع حاجه هو بحاجه و30 انا ببيعها عندي ب 15 جنيه سعر مستهلك مش جمله انا منتجاتي معروفه بفضل الله عز وجل بنصح اي حد يستخدمها ويجربها عن تجربه وانا هجرب وهقول لك أكيد وأنا طبعا. معروف عني إن, ان انا ما بقولش عن حاجه الا لما اكون جربتها وتكون كويسه إن شاء الله. ورخيصه اتفقنا الله. الله. طيب برده اخر حاجه عايزه اقولها ان الدكتور كمان بيساعد الناس ان هو ممكن يقول لك ان المكان ده انت بس شغال فيه غلط يعني انت المنطقه دي ما ينفعش تبيع فيها المنتج الفلاني ممكن تبيع بيه المنتج ده هيبقى افضل او لو انت عندك منتج وبدات تشتغل ولقيت سوقه مش ماشي متاح جدا ان انت ترجعه وتبدله بمنتج تاني يشتغل بشكرك ربنا يكرمك شكرا لي شرف ليا لي تاني ان انا قاعده قدام حضرتك ويا رب يا رب دايما تبقى ساعي خير طول الوقت ان شاء الله, إن شاء الله. إن شاء الله. وباذن الله دي بدايه الحلقات ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. إيه. ويبقى فتحه خير باذن الله, إن شاء الله على ناس الله. كتير وعلينا كلنا باذن الله ربنا يبارك رب شرفت بيك يا دكتور ربنا يكرمك رب. فاصل صغير جدا وهنرجع لكم مع فقره مهمه تانيه ومبادره تانيه برضه